دولة الرئيس المواطنين يتسألون دولة الرئيس من انتخب من يستحق اليوم يوم وطني نبارك لأبناء الشعب العراقي هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الذي تأخر طيلة أكثر من 10 سنوات. الانتخابات مجالس المحافظات تمثل استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية وتمكينهم من إدارة شؤونهم. بالتأكيد المحافظات كمجالس ومحافظ بما ينتج حكومة محلية هي ركن تنفيذي ثاني للدولة وتساعد بشكل كبير للحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي الحكومي. لذلك أدعو أبناء الشعب العراقي للمشاركة، المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفى والأصلح وممن يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص لكي يكون ضمن هذا المجلس المهم الذي يمثل المحافظات ويؤدي واجباته وفق الدستور والقانون. الحكومة أنجزت ما عليها وهذا جزء من واجباتنا ومهامنا نحو تعزيز الاستقرار السياسي. الحكومة أكملت كل المتطلبات اللوجستية والأمنية وهنا نشيد بدور أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهود استثنائية في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية للمرشحين أثناء الحملة الانتخابية وصولا إلى هذا اليوم المهم والذي تنتشر فيه قواتنا بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في كل محافظات العراق من أجل تأمين الظروف المناسبة للمواطن لممارسة حقه الدستوري وكذلك للمحافظة على العملية الانتخابية. أيضا بذلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهود كبيرة واستثنائية في سبيل إنجاز كل المتطلبات التي توفر لعملية انتخابية شفافة ونزيهة وعادلة ونحن نثق بإجراءاتها التي تتفق مع القانون. دولة الرئيس المواطنين يتسألون دولة الرئيس من انتخب من يستحق من يستحق. شكرا جزيلا.